السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ شو عاملين؟ إن شاء الله بخير. أنا محمد مناف The 5-0 Coach. طيب، مثل ما شفنا بالعنوان، سؤال عن موضوع إنه كم مرة ممكن أتمرن العضلة بالأسبوع، مرة ولا مرتين؟ وأنا جاوبت على هالسؤال قبل هالمرة، ولكن الواضح وكتير مدربين، أنا بشوف على فيديوهات على يوتيوب كتير مدربين مجاوبين على نفس السؤال، ولكن الواضح إنه في كتير عنده هالتساؤل هاد وما الكل شافوا الفيديو، فلازم نرجع نعيد مرة وتانية وتالتة. طيب يا جماعة، لازم تفهم شغلة، انت ليش عم تروح على النادي؟ اول شيء لازم تعرف انت ليش عم تروح على النادي، شو سبب روحتك على النادي، شو اللي عم يصير بجسمك وقت تروح على النادي، بعدين رح تعرف انت محتاج تروح على النادي مرة ولا مرتين ولا ثلاثة عشان تلعب نفس العضلة. تمام؟ انا سوري الستاند تبع الكاميرا واقع، فلذلك ماسك الكاميرا بايدي. طيب يا جماعة، نحن وقت اللي نروح على النادي بنعمل شيء اسمه resistance training. resistance training يعني تمارين مقاومة. تمارين المقاومة هي بتساوي muscle fiber damage، بتساوي هدم للخلايا العضلية يلي مرنتها. يعني انت مثلا رحت اليوم وتمرنت بايسبس، الخلايا العضلية في عضلة البايسبس لو كان تمرينك شديد فعلا رح تدمر عدد خلايا عضلية معينة. جسمك بعد يوم ولا يومين بتروح على البيت، بتاكل، بترتاح، بتنام، بتاخد بروتين كاربوهيدرات وهالأمور. في مادة اسمها الجلايكوجين، جلايكوجين ريبلانش، الجسم بيعمل شيء اسمه جلايكوجين ريبلانش. الجلايكوجين بيروح للعضلات بيملي هالخلايا العضلية هاي، البروتين بيروح لنفس العضلات اللي تدمرت، بيعيد بناء الأمينو أسيد، الأحماض الأمينية يلي تهدمت أثناء التمرين، بالتالي بيصير في شيء عملية اسمها ريكوفري، استشفاء، وبالتالي الجسم بيعمل هالعضلات هاي نفسها يلي مرنتها بشكل أقوى من قبل. تمام؟ هذا هو الكونسبت، هذا هو المبدأ تبع التمرين. نحن ليش بنروح على التمرين؟ مشان نهدم الخلايا العضلية، مشان الجسم يعيد بناء هالخلايا العضلية بشكل أكبر وأقوى. تمام؟ طيب، في شغلتين لازم تفهموها يا جماعة. أول شيء، العضلات الكبيرة بتستهلك وقت أكتر لتعمل ريكوفري، يعني استشفاء، عملية الاستشفاء تبع عضلات الأرجل والظهر والصدر أكيد حتاكل معك أكتر وقت من عملية الاستشفاء اللي حتاكل البطاط مثلا أو الذراعين أو السواعد إلى آخره. أوكي؟ فلذلك نحن بنسمع دايما أنه ممكن تمرن عضلات البطن كل يوم أو كل يومين. ليش؟ لأنه عضلات صغيرة وفترة الاستشفاء تبعها ما بدها وقت طويل. تمام؟ هاي شغلة. شغلة الثانية، الأكل الأساسي. تمام؟ أنت لو أكلك مظبوط 100%، واساسا انت لازم اكلك مظبوط 100% بغض النظر عن انه بدك تمرن عضله مره ولا مرتين ولا ثلاثه. انت لو اكلك مظبوط 100% وتغذيتك صحيحه وسليمه وعم تاكل الماكروز، يعني بروتين وكربوهيدرات ودهون يلي بتكفي جسمك وبتغطي احتياجك، معناته جسمك عنده قابليه يعمل ريكفري اسرع من الشخص اللي مهمل للدايت تبعه. تمام؟ هاي الشغله الثانيه. الشغلة الثالثة، قبل ما أحكي هلا الكل يزعل على الهرمونات ومدري شو الهرمونات، الناس يلي بتاخد، أنا ما عمل لك روح خود، الناس يلي بتستخدم ستيرويدز عملية الاستشفاء عندها أسرع بكتير من الناس الطبيعية. تمام؟ فأنت بدك تخلي هالأمور بالحسبان، الأكل تبعي مظبوط 100%، تاني شي الراحة تبعي صحيحة، ثالث شيء لو عم بستخدم ستيرويد معناته ممكن روح على النادي واتمرن مرتين لنفس العضلة بالأسبوع. تمام؟ طيب، شو لو أكلي مظبوط، لو أكلي مظبوط 100% والراحة عندي كويسة وتغذيتي سليمة ولكن ما باخد هرمونات؟ طيب، سؤال كويس، بهالحالة بتروح على النادي بتمرن العضلات الكبيرة يلي محتاجة وقت أكتر، بتخليه ليومين لترتاح، يعني على الأقل 48 ساعة لبين ما تريح عضلات الأرجل والظهر والصدر. تمام؟ وعلى الأقل بدك 24 ساعة لبين ما تريح العضلات الصغيرة مثل البايسبس، الترايسبس، الترابز، الشولدرز، البطات، البطن إلى آخره. تمام؟ يعني شلون بدي أقول لك، دايما بدك تخلي ببالك العضلة الكبيرة والتمرين الصعب بيأكل فترة استشفاء أطول من عضلة الصغيرة. تمام يا جماعة؟ بتوقع اني غطيت كل زوايا الموضوع. لو ناسي شيء ذكروني الله يخليكم، بس بتوقع اني بهالطريقه هي بكون شرحت الجواب 100%. مشكورين على المتابعه وبالتوفيق.